يعيدنا التأهب الأمريكي في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على غزة إلى مشهدية حصلت في فيتنام في العام 1966، حيث ترافق القصف الجوي الأمريكي مع الاجتياح البري بعشرات آلاف الجنود نحو الشمال. إنما هذه القوة المفرطة حينها لم تمنع جماعات الفيتكونغ المقاومة من النصر وأبعاد أمريكا عن بلادهم، وذلك عبر الصمود واستخدام الأفخاخ والأنفاق وبعض الحيل الأخرى. فهل تبعث فكرة الفيتكونغ من جديد وتورط أمريكا المؤازرة لإسرائيل باجتياحها البري المرتقب بحرب مكلفة؟ إذا تورطت الولايات المتحدة ودخلت إسرائيل برا، هناك نعم هناك مشهدية من مشهدية فيتنام، ولكن النتائج بعيدا عن الحرب الميدانية اليوم الأول بعد انتهاء الحرب، بعيدا عن نتائجها، هو سيؤسس إلى مرحلة تانية مزيدا من العنف ولو أن ساد بعض الهدوء. اليوم تحشد أمريكا قواتها بزخم كبير، وهو ما أدى إلى تلقيها ضربات متزايدة طالت قاعداتها العسكرية في سوريا والعراق وأحدى سفنها الحربية بصاروخ أطلق من اليمن وتم اعتراضه. فما دلالة هذه الضربات وهل تتوحد الساحات بوجه أمريكا؟ هذا إلى هذه اللحظة هو حوار بالنار أو احتكاكات خشنة تمهد إما للجلوس على طاولة ما من أجل الاتفاق على عدم توسيع، وإما إشارات من كلا الطرفين أن هذا المحور سينفجر. ولكن في حال انفجار المحور كيف سيكون شكل المواجهة؟ نحن أمام مواجهة تختلف عن كل سابقاتها من 67 إلى الآن. الجميع في ورطة، الإسرائيلي والأمريكي بكل ضخامة ترسانته هو في ورطة، حماس كيف تستطيع الصمود هي في ورطة، والعرب والأمن القومي العربي أيضا هو في مأزق، وإيران في معركة وجودية. ولكن هل يعني ذلك أن أمريكا ستغرق في معركة تكون فيها وحيدة أمام المد الإيراني والعربي؟ ما يرجح كفة خسارتها؟ أعتقد أن لحظة الانفجار لن يتحدث أحد عن الخسائر الجانبية ومهما كانت كلفتها، هي معركة نهائية. لذلك تدخل الولايات المتحدة سيكون تدخل قاسي جدا، ستستخدم ما لديها من ترسانتها، وهي ستتوقع أن حزب الله والإيرانيين أيضا لديهم القوة التي ستكون قاسية جدا على إسرائيل. ولكن إذا حصلت المعركة تنتهي كل حسابات الربح والخسارة لأنها معركة وجودية. إذن النار سيقابل بالنار في حال احترقت أوراق التفاوض كافة. فهل تتوقعون توسع الحرب أم أن درب التسويات سيكون سالكاً؟